بس اش كاين؟ ندخل ديريكت في الموضوع. ندخل صح. شوف ما على الرحله ذي تاع الدوار الخفيفه. ايوه. هزينا كيما نقولوا لي باندرول هذوك تاع الحراك. ايوه. من لو 22. ايوه. وخرجنا بهم هكا لا ناتير وكذا. شوف هذا عادل. شوف هذا. ايوه. هذوما شوف هذي شوف الطفيل هذا صغير. اللي هز بارلور. هذا لوغو تاع واحد جورنال ايطاليا الفاتو كوتوديان كيما نقولوا اه. شوف هنا. هنا تبين لا دات. كي كان مكتوبه ديغاج مراديه مراديه ستيرز يعني عصابه المراديه. وهنا ابراهيم الاخضر الابراهيمي مشو طالب الابراهيم ابراهيمي والعمامره ستاي بيهايند الواقفون من الخلف ها ايوا هذه هاي لا دات تاعها هنا لو 23 هذا لو 22 3 تاع مارس بعد شهر من لو 22 فيفري 2019 شوف هنا تو كي تحب تشوفها واش هي برولونغ ستيرز ولا برولونغاسيون غونغ ستيرز سما برولونغ ستيرز وهنا بيناتهم اي دكا شتي مطلع التاتر هذاك ولا يسموه و رمطان المطاطرة كي يروح يدور في الدول الأوروبية هو والإبراهيمي هنا كون كوا باش يستنسخوا يديروا تمديد الحكاية تاع بوتفليقة ما هو داروا واحد لافي دو روت اللي حكى عليها زعلان ودرك في الحبس فهمتي وهنا مكتوبة دونت تريست بوليتيسيانز لا تثق في السياسيين هذا يعني هي المصطلح هذا يعني تمديد العصابة غونغسترز يعني عصابات تمديد اتونسيون من هي على البندرول هذاك عاد شوف برولونغسترز يعني جت منك المصطلح امريكان تاع عندك عاد تاع بانكسترز شوف هي الفكرة هذه امريكان هذه تاع برولونغسترز هذه كما في 1930 الأزمة المالية تاع الأمريكان اللي الأزمة العالمية اللي صرات في الأمريكان وجا الرئيس فرانكلين في ليزاني 1930 سما حب يحقق في الأزمة ذي اللي في ضربة الأمريكان انت دب واحد ليزيكسبير واحد ليزيكسبير خبراء في المالية في الاقتصاد في الإيكونومي كان واحد بانكيست واحد يعني مسير تاع اكسبير في لي بانك ما ادري واش اسمه بحث في القضيه ذي تاع الازمه فجاء بعد بدوسي الفرانكلين واش قال له قال له باللي راهي الازمه تاع الامريكان السبب تاعها لي بانك العصابات اللي مستوليه على لي بانك وول ستريت لو ريزيرف فيدرال امريكان جي بي مورغان اكسترا مثلا لي بانك سماها هو عصابات لي بانك يعني لي بانك ستيرز لي غونغسترز بانك فنحن هزينا المصطلح هذا كي كانوا هما حابين يديروا تمديد يعني نحن قلنا الازمه تاع الجزائر واش هي هي في عصابات تمديد يا اخي بوتفليقه من اللي جا هو قاعد يمدد عهده ثانيه رسمي صح بعد نعدل الدستور من ناحيه يعني تسقيف العهدات نعاود نحل العهدات ومن بعد ومازال عندي مشروع العهده الثالثه وبعدها ومازال عندي مشروع العهده الرابعه باش نبدل الدستور بدل الدستور زيد من بعد العهده الخامسه زيد خرج له الشعب قال ها زيد عندي فكره اخرى نلغي الانتخابات ونقعد 6 اشهر شتاء يعني رايحين من تمديد لتمديد يا اخي درك نحن في لو 15 جوي ولا لا ايوا وبن صالح يا اخي في 9 جويليه نورمالمون وزيد داروا له فتوى دستوريه باللي راح يبقى يعني يعني الحاجه اللي خرجناها هنا في لو 23 مارس مازال صحاح ولا تثق في السياسيين دونت تريست بوليتيسيانز يعني اكل الفكره اللي دي اللي زعما دارها رحابي وكذا قال لهم طلائع الحريات ومعارضه وبن خلاف وبن سلاف وكله استدير مع هذم هما السياسيين اللي قاعدين يستنسخوا في النظام رايحين يعني هذا هو بصفة عامة
دونتريس بوليتيسيان الحراك الشعبي، لا تثق في السياسيين، اثق في الاسبري اللي خرجتي به الاولى من اجل جزائر حره وديمقراطيه. السبب تاع النضال الازمه اللي في الجزائر كما اللي سميناها في الامريكان عصابات لي بانك هما عصابات تمديد. واش تشوف احسن ديمقراطيه؟ يعني لا برولونغاسيون غونغيسترز، هذايا هذايا البوندرول الاول. شوف لي بوند البوندرول شوف سيفاو هاو نشوفوها من بالوحده. هذا غتنهز عليك، هذا سما هذه هزيناها من واحد اللوحه في بازيل ارت. بازيل ارت يعني متحف بازل للفنون، وهي لوحه امريكا. نحنا بدلناها هي بنواري بلون، بدلنا دخلنا فيها شويه ديكولير مثلا الاحمر، ولا هي من بلابيض ولكحل برك. يعني هو اللي دارها امريكا، حب يقول باللي لا ديموكراسي في الامريكان مشوهه شويه، فيها التمييز، فيها كذا، التمييز العنصري اكسيتيرا. احنا كيف كيف لا ديموكراسي تاعنا، يعني هي لوحه نقدروا نقولوا باللي الشعب الجزائري لا ديموكراسي تاعو مشوهه. يعني مكتوبه بحروفك، يعني لا تكنيكا دي باب كيما نقولوا. وذيا كيما نقولوا للفوق لا تكنيكا، يعني كلاسيكامنت كيما نقولوا هكا كلاسيك شويه. هذه شغل منطق الارسطو، كل سقراط فان، كل انسان فان، سقراط انسان، سقراط فان. يا اخي هذا هو المنطق الارسطي صح؟ يعني واش الجيريا انديبوندون اوتوماتيكمون لو بيبل انديبوندون. وذي يعني شمعة ذي بريسك هزينا شوي ليدي من عند واحد السيد انجليز داير شغل. هذه كي تشوف هنا شغل مفترق طرق صح ولا لا؟ مفترق طرق وكاينه شمعة في الوسط. وك لي سوفونير لي ريغريس اوسي كيما يقولوا. هكا يعني التعابير الكلاسيكيه تاع الورد واكسيتيرا. يعني في مفترق الطرق ديما إليا عين ليميير. ان شاء الله يعني الشعب في مفترق الطرق راح يدير ظهره الى كل الطرق المظلمه اللي تؤدي الى الموت والالم. فهمت؟ وراح يلقى في فك التسي هذاك راح يلقى النور. نوع من الفلسفه راح سي نورمال، يعني كلاسيك ارت شوي. هذه يعني مادام الشعب فاق للحريه تاعو في المفترق الطرق هذا راح يلقى ان ليميير ان شاء الله يستدل به، هو قوه المطلب تاعو. وذي هزيناها نفسها هي برولونغ ستيرز. برولونغ ستيرز هذه بوندرول تسمى لخص شويه برولونغ ستيرز، يعني ديما كما حكيناها عصابات التمديد هذيك اللي تاع التمديد. احنا رانا في 15 جويي ومازال كاين تمديد، ومازال كاين غموض، ومازال كاين ناس حبه وما كانش حل رسمي. هذه رسمناها الحق كي 7 و8 واش تقول يعني اكزاكت. هي في الاول ديما المطلب تاع الشعب انه الماده 7 و8. الماده 7 و8 اللي هي سلطه الشعب، والشعب هو اللي ياسس يعني الدوله تاعو اكسيتيرا باختصار. يعني هنا خرجناها اكزاكت وين زيد نضجت الفكره هذه بيان في الرساله تاع الاستاذ احمد طالب الابراهيمي كي قال باللي رانا ماشنا في ظروف عاديه، رانا في ظروف استثنائيه. لانه بن صالح ولا القايد صالح ولا اكسترا يقول باللي نروحوا للانتخابات، لا وما كانش عمل بذركه بالدستور، لانه الغول الانتخابات والجيش دخل بالماده 28 سوكي في يعني ظروف غير عاديه، انه البلاد ماهيش في حاله استقرار. الدخل بالماده 28 تلغت الانتخابات، وعلاه يلغي الانتخابات؟ الشعب خرج قال لك ما نسحقكش، يعني نورمالمون اوتوماتيكمون راح يستقيل برك. بصح هو نو استقال، حكوا على البوتفليقة هذا ولا واش يسموه، استقال والغى الانتخابات. الغى الانتخابات يعني حطنا في ظروف ماهيش عاديه حرجه، يعني مادام هو الغى انتخابات خلاص يعني ظروف استثنائيه. كيفاه درك نروحوا حابين نروحوا ظروف عاديه؟ غامر بالشعب، غامر يعني هي اوتوماتيكمون يعني تلغى العمل بالدستور. نرجعوا للماده 7 و8 اللي هي كيما نقولوا كيما قال احمد طالب الابراهيمي وقال الشعب كل، بصح احنا نحطوها في اطارها يعني اكاديمي. فوالا عاود زيد صلت عليها شويه ضوء، حطيناها هنا شغل في خلفيه يعني وثائق.
وضربه فيها كليريون تاع الشمس، وزيد حطيناها بليكولارك بربر ديموكراسي ديزاين يعني في الالوان الامازيغيه. علاش؟ لانه كان تهجم على الرايه اكسيتيرا، وشعب مش يعني الرايه راهي هويه ماهيش يعني بديل للرايه الوطنيه. مي حطيناها يعني ك كوثيقه. شوف في انسان عنده الحق يتمسك بالهويه تاعو، يعطيك الصحه ومش يغال. وحطيناها كوثيقه، ها هي كاريه كابلون ابيض، يد اللي قابضه على يعني على المطلب الحقيقي، وماهيش شعب مقيد، شعب سبعه وثمانيه، ولكن كمبدا يقول وضع اليونان مبادئ للحريه وليس مراسيم وقوانين. صح ولا لا؟ يعني كما مثلا في الدستور الامريكان، الدستور الامريكان عنده وثيقه تاع جورج واشنطن ولا ابراهام لينكولن ولا اللي تاسس عليها الدستور الامريكي، يقراها الناس كل. علاش؟ لانها وثيقه كيما نقولوا احنا، لانها وثيقه، نشوفوا شويه كا مع لانها وثيقه مع الضوء تاع الكاميرا باش نبانوا شويه في الليل. قلت لك كوثيقه نقولوا الامريكان في المتحف الامريكي داير وثيقه قال باللي سير الانسان في طريقه الى الحريه هو خدمه للحريه في حد ذاتها. يعني الشعب الجزائري كي يسير في طريقه الى هذا المطلب راهو خدمه للجمهوريه في حد ذاتها. يعني ماهوش يعني مطلب 7 و8 يعني خلاص، هذا هو ماهوش يعني وضع اليونان مبادئ للحريه وليس مراسيم وقوانين، ماهوش مرسوم 7 و8، راهو مبدا برك برينسيب، قادر في دستور اخر يكون 5 و6 ولا ما فهمتش. فهمتي كيفاه؟ فهمتك. يعني هي انه سلطه للشعب ماشي ثابته، المبدا هو اللي ثابت. يعني فقط كاشاره باش يعني باش ما يقولكش الشعب خرج على الطريق، راهو ليس الهوايه وحدها لي وليس القوه التعليم، ولكن الاثنان معا. صح ولا لا؟ يعني باسلوب اكاديمي وفي نفس الوقت زيد اشرح لنا شويه. هذه يعني باش تجي تشوف في الاوقات تاعها، هذه يعني ايادي هذه هزيناها الحق من واحد طابلو تاع واحد ايرلندي ايرلندي انجليز يعني مكتوبه يعني بلونجلي كلنا اولا، بس احنا بدلناها شوي زعما باش نكتبوا فيها جمهوريه ثانيه، بس مازال ان شاء الله زيد راح نكتبوها من اجل نحطها زيد من اجل الجزائر حره وديمقراطيه، باش تستوعب كما قال يعني سعيد سعدي ربي يذكره على خير، قال لازمنا دستور يستوعب ضمير الامه لا كونسيونس دو لا ناسيون. هضره حكيمه، هذا هضره حكيمه بارك الله فيك. احنا زدنا لها يعني هكا على شكل ايد ايضا ممدوده ماس سامبري كوم ديموكراسيه، لكن ابقى مع الديمقراطيه. قول واش تحب، قول رايه امازيغيه، قول ما نعرف وش هي، قول العروبيين متقوقعين، العروبيين هذوما الاسلاميين متقوقعين. قال اخويا كيما ارواحه الى كلمه سواء الديمقراطيه، يستغلوا في الفرصه، يستغلوا الفرصة البرلمان، يستغلوا هاو الاشاره الاخرى تاع شتين هذا ولا شنين هذا. الاسلاميين يقسموا في رواحهم، يتبعوا مع النظام، يدخلوا اللعبه ديما نتاع النظام، دخلوا مع بوتفليقه وصايرين ضد الهويه الامازيغيه، حاسبينها شغل لها ماجي، وفي الاخر يروحوا البرلمان. الفتنه اللي دارها مجرد سلطاني راح بالعاني، راح بالعاني باريس وين تلاقوا الاحرار هذوك اللي تاع الحراك في لي زيترونجي، ثم لي زيميغري مهاجرين، وراح يحط في روحه معاهم. قال دوبوا وجه الخشب، لانه على باله راح يتضرب، راح يتضرب ويسلك عليها. وجا يدير في دعايه ثم اليوم هذاك مقري، قال لهم هذيا الماك، ومن بعد هو قال لهم ها ماهيش الماك، ومن بعد خرج خالد نزار يقول لهم ما نعرف واش وكذا اكسترا، وهما دايرين نفس خاطر خالد نزار دار نفس اللعبه في 2013 راح لسويسرا وحوزوه من سويسرا، وقال لهم راه ماهيش بك يعني انا كنت راح نداوي على التبغ، وجبدوا لي قضيه تاع واحد عذبته ما نعرف واش، وراهم مشوا بهم على القضيه ذي بهم على اساس انه حابين يديروا ربيع عربي في الجزائر يجي من سويسرا. يعني لا بروباغندا، دعايه يعني الدعايه المضاده، يستبق الحدث باش يقتل الفكره.
كما قال منك بالنبي، وضع وضعوا الجحوش والبهلوانات ليلهيه وقدوم يعني الناس لنهضة الصباح يعني الى الحقل يعني وتلهي وقدوم قدم لي جاجه. شفتي يعني من 2013 حتى الفكره تاع خالد مزار وتاع ابو جره السلطاني دايرين نفس لا بروباغندا، نفس المدرسه، مدرسه النظام، عائله ارستقراطيه في لا ديكتاتوري ولا مافيا. راحوا من ثم، شفتي الاشاره ذيك كيفاه دارت الفكره، قلت لك ومقري ثم فك العشوه ذيك. بعد قال لهم ما جمعت الماك، وانت تسمع فيهم في الفيديو ناس حتى لاكسون تاعهم من الشرق، قال له يزيها رضا وبوجر هذاك ها، وقال له هز الصرف تاعك كي تخليتينا هذوك قبائل، هذوك ماشي قبائل لاكسون تاعهم ما سلموهمش. نزيدو نروحو 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 لذي نروحو لذي هذا عنوان تاع كتاب با الرو الرو بالالوان الوطنيه. كي هدر القايد صالح على الماده 102 مخ هو مهرب هربه هرب بها بوتفليقه برك ها، لانه عليه حتى 102 يستقيل اوكي المزرعه تاع باباه يستقيل، بصح يعقب على الحساب يعقب على الحساب، هو حطوه استقاله عاديه كون كوا واستقال وجعوا راسه برك وجعوا راسه وما حكمتلوش ها. وبلقيت صالح في اجتماع رسمي مع قيادات الاركان الاولى والثانيه والسادسه ها كل ولافياسيون والبحريه والمخابرات والجدرميه وقيادة الاركان لوسيل، القرار تاعو اللي قالو قال تاع 7 و8 وقال الماده 102 بصح هو سقفها سقف الماده 7 و8 قال يعني سو لارتيكل 102 لا، سير الانسان في طريقه الى الحريه هي خدمه للحريه في حد ذاتها، انت اذا كان حبيتي تعطي للشعب هذا الكلمه تاعو اعطيها له بدون تسقيف، ما تقولوش سو لارتيكل 102، لارتيكل 102 ما يعنيش يعني ما يعنيش الشعب يعني يعني الرئيس هذا اللي استقال بدون سون اسبوار اي سون ريغري كيما نقولوا بلا اسف وبلا وبلا محاسبه وبلا الشعار هذا وهذا ونفسه الالوان الوطنيه درابو يعني كي هو حكى على الجرائم يعني نحن هذا عنوان تاع كتاب ايطاليان داروا واحد جوج ايطاليان في جوج كاساسينا تاع الشراع الاحمر، الشراع الاحمر اللي في ايطالي اللي حكى على لا مافيا ولا استراتيجي دو لا تونسيون استراتيجي الضغط يعني قالوا له الكتاب اللي كتبتيه كشفتي فيه حقائق، قال لهم اليا يعني كاين حقائق اللي يعني اكتشفناها ومازالت كاين حقائق راح تظهر، قال لهم انا كملت الخدمه تاع ايميليو اليساندارينو واحد المحامي اخر اللي في 68 اغتالته المافيا وخرج كتابات حكى على اصل الازمه في ايطاليا مثلا انها قال لهم انها سي 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 لا مافيا و والجروب بيلدربرغ يعني المافيا العالميه الفينانسيال معروفه بيلدربرغ والفونداتير تاعها روكفيلر وجورج بومبيدو وزير رئيس وزراء تاع فرنسا كي في عهد ديغول بون كي لقيت صالح يقول باللي قوى غير دستوريه، نحن نقول له واش هي القوى الغير دستوريه؟ معليش هي راهو نفس العنوان تاع الكتاب هذا هو لا روبيبليكا لا روبيبليكا دي ليستراجي هي لا روبيبليكا دي ليستراجي دي ام بي نيت يعني جرائم الجمهوريه المسكوت عنها يعني كي درنا الماده 102 يعني سكتنا على الجرائم يعني يعني القوى الغير دستوريه الغير محاكمه ها جنرال بن حديد ماهوش قوى غير دستوريه باش تحكموا علي الخضيري ماهوش هو القوى الغير دستوريه فهمت معليش ربراب وكونيناف وعلي حداد وكذا واكسيتيرا القوى الغير دستوريه واش معناتها في الشراع الاحمر كي تحبوا كي تروح لهاي وتسمع واحد يقول مثلا جوج يقول القوى الغير دستوريه واش معناتها يعني باللغه تاعنا احنا مثلا نقولوا الله لا يمثل احنا انتخبنا بوتفليقه في 2014 وما انتخبناش وزوروا له الانتخابات بون روحوا رانا انتخبناه انتخبناك كرئيس جمهوريه وعليه تمد في الجمهوريه ذي لقوى اخرى راك مش مديتي تاكسي لواحد يسوقها راك مديتي رهنتي جمهوريه كامله القوى راح تسير النظام هذا يعني هذه هي واش معناتها الارتيكل 102 لا روبيبليكا جمهوريه الجرائم المسكوت عنها ها وهذه هذه جمال
هذه بالمناسبه تاع